أعزائي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، معكم مستر أحمد الحلم من مدارس خضير الخاصة. هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله على تطبيقات على حساب المئة. تطبيقات على حساب المئة بيبقى عندنا شراء بيع، في عندنا مكسب خسارة. إن شاء الله هناخد بعض التطبيقات هنا. أول حاجة عندي: اشترى رجل أدوات كهربائية بمبلغ 85,000 جنيه وكان عليها خصم 15%. عايزين نشوف المبلغ اللي هيدفعه للتاجر بعد الخصم ونشوف قيمة الخصم. في عندنا 3 حاجات لو ظهر قدامي في السؤال: خصم، تخفيض، خسارة. بيبقى عندي طرح، خصم، تخفيض، خسارة، عندي طرح. طيب، أول حاجة بنبدأ بيها بنقول عليها السعر قبل الخصم، قبل الخصم، إلى الخصم، إلى بعد الخصم. عندنا قبل الخصم بيبقى 100%، إلى الخصم عندنا 15، اتفقنا خصم، خسارة، تخفيض، يبقى عندنا هنا طرح. نطرح 100 ناقص 15 ب85. دي عندي النسب المئوية بتاعتي للايه؟ للشغل اللي عندنا. عندنا هنا الثمن الأصلي اللي هو قبل الخصم 85,000. طب يا أستاذ هشتغل عليها كده بالظبط زي شغل النسبة والتناسب اللي كنا شغالين عليه من أول السنة. عايزين نجيب الثمن بعد الخصم اللي هو ثمن البيع اللي هيدفعه الراجل عندي، هيساوي بعد الخصم هيبقى 85,000 في 85 على 100 اللي هتساوي 72,250. طيب، ممكن في بعض المسائل يطلب مني ان انا اجيب الخصم او ما يطلبهوش. انا عندي هنا هجيب له الخصم بيساوي، شغال على نسبة يا باشمهندس معايا، 85,000 في الخصم عندي 15 على 100 اللي هيساوي، نحسبه مع بعض كده، 12,750. في بعض الطلبة بيقول يا أستاذ أنا ممكن أجيب التمن بعد الخصم وأطرح التمن الأصلي ناقص التمن بعد الخصم يجيب لي الخصم. تمام، مفيش مشكلة فيه. عندنا سؤال تاني: اشترى رجل سيارة بمبلغ 40,000 جنيه وأصلحها بمبلغ 10,000 جنيه وبعد ما أصلحها باعها بمكسب 10% أوجد تمن البيع والمكسب. أنا عندي هنا أول حاجة لازم أخلي بالي منها ان التمن الكلي لازم يكون معايا، انا عندي في شراء وفي تصليح، لازم الاتنين يتحطوا معايا في التمن الاصلي. يبقى انا هقول له الثمن الكلي. طبعا الكلام ده برضو ينفع لو قال لي اشترى تاجر شحنة وبعد ما اشترى دفع في النقل، برضو نعمل التمن الكلي النقل زائد التمن الاصلي. التمن الكلي 40,000 زائد 10,000 اللي هيديني 50,000. ده كده التمن اللي اشترى بيه واللي صلح بيه، كده المبلغ اللي هو دفع كله. نرجع بعد كده ناخد بنفس الطريقة هنا، بس انا عندي هنا في مكسب. مكسب يبقى هنا قبل المكسب الى المكسب إلى بعد المكسب. قبل المكسب 100، عندنا المكسب 10، بعد المكسب يبقى في زيادة. بعد المكسب أو فايدة أو في زيادة أو في أرباح، يبقى كده في زيادة، يبقى عندي 100 زائد 10 تديني 110. طيب يا أستاذ أنا هاخد من فيهم، تمن الشراء ولا التمن الكلي؟ انا هاخد التمن الكلي لانه اشترى واصلح.
يبقى اخد الثمن الكلي الشراء والتصليح مع بعض، هو ده اللي قبل المكسب عندي. فبعض مننا بيقول انا هعمل هنا س وهنا ص، ماشي. عايزين هنا ايه؟ عايزين ثمن البيع اللي هو بعد المكسب، هيساوي 50,000 في 110 على 100 يساوي، هيطلع لي الناتج هنا 55,000 جنيه. طب المكسب يا باشمهندس، المكسب يا دكتور، المكسب هنا بيساوي 50,000 في نسبة المكسب على 100 اللي هيساوي 5,000 جنيه. ندخل على سؤال تاني. عندنا هنا باع رجل شقة بمبلغ 150,000 وبعد أن باعها وجد أن نسبة خسارته 4%، أوجد ثمن الشراء. هنقول له قبل الخسارة إلى الخسارة إلى بعد الخسارة. احنا متفقين قبل الخسارة أو قبل المكسب أو قبل أي حاجة من دي بناخد المية النسبة بتاعتنا. الخسارة بتاعته هنا 4، اتفقنا تخفيض خسارة خصم، يبقى ناقص 100 ناقص 4 96. طيب المبلغ بتاعه ده كان قبل الخسارة ولا بعدها؟ ده كان بعد الخسارة. عايزين نجيب الثمن اللي اشترى بيه، ثمن الشراء اللي هو قبل الخسارة بيساوي 150,000 في 100 على 96 اللي هيديني 156,250. نكمل مع بعض هنا. اشترى تيارة تليفون مكتوب عليه 3400 جنيه، دفعت للتاجر 3060 جنيه. عايزين نجيب النسبة المئوية للخصم. النوعية دي من الأسئلة ما بنتكلمش في ان اقول له قبل الخصم وبعد الخصم، لا، انا هنا كل اللي بعمله بقول له هي اشترت بكام؟ الثمن الاصلي اللي موجود عندي 3400، دفعت كام؟ 3060. كل اللي هنعمله مسألة طرح عادية، وبعد كده نجيب نسبة مئوية للناتج اللي يطلع مع الاصل بتاعي. يبقى انا هقول له الخصم بيساوي 3400 ناقص 3060 اللي هيساوي عندي 340 جنيه. يبقى انا النسبة المئوية اللي هجيبها نسبة لل 340 جنيه مع المبلغ الاصلي اللي هو 3400 جنيه. يبقى نسبة المئوية للخصم بيساوي 340 على 3400، ده نسبة عادية، أنا عايزها نسبة مئوية، يبقى هنضرب فيه 100 اللي هتساوي 10%. عندنا سؤال تاني زيه بس هنا مكسب. اشترى رجل شقة بمبلغ 100,000 جنيه وباعها بمبلغ 130,000. عايزين نجيب النسبة المئوية للمكسب بنفس الطريقة اللي عملناها هنا، بس هنا في مكسب. هنقول له المكسب بيساوي 130,000 اللي هو باع بيه ناقص ثمن الشراء بتاعه، هيساوي 30,000 جنيه. النسبة المئوية للمكسب يساوي
اللي هتساوي 30. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.